صباح الخير يا صغاري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم من كتاب التربية بعنوان علاقتنا مع الأقارب والأصدقاء، في الصفحة 28-29 من المحور الثاني. الأسرة ومحيطها، تابعوا معي وانتبهوا جيدا. لكل منا يا أحبائي أقارب، نتعرف عليهم ونسأل عنهم ونزورهم. وبالطبع يا صغاري، نحن بحاجة للأصدقاء، نختارهم من أولاد صفنا وأولاد أقاربنا وأولاد الجيران، نتشارك معهم في النزهات واللعب والنشاطات. والآن يا أحبائي، سأقرأ عليكم المفردات والتعابير. الأقارب، من تجمعنا بهم صلة عائلية. الأصدقاء، الأشخاص الذين نعاشرهم في محيطنا المدرسي أو العائلي ونحبهم، أشاركه العمل، أعمل معه. أما الآن قد وصلنا إلى خلاصة درسنا، تابعوا معي. أقاربي هم عائلتي الكبيرة، أزورهم وأسأل عن أخبارهم. أحب أن ألعب وأعمل مع أصدقائي. إلى اللقاء.